حشري بتكون ومرحبا بيكم في كاميرا كاشي شدك الرادار مع صاحبي بكار. ضيفنا عبد الرزاق الشحات اللاعب الدولي السابق للنادي الإفريقي، جاي للبرنامج الوهمي ملعب النجوم 2 وقلبه معبي ويحب ياخذ تعويض على اللي صار له في صحته بسبب لعبة كرة القدم، لكن الله غالب رزوقه لقى روحه في ورطة لا يحصد عليها بين صاحبي بكار والعربي سنيجرية. الحاصل واحد يتحي والاخر يزكي. سعيد باستضافة أحد نجوم كرة القدم التونسية أيام الزمن الجميل، المدافع خنقول المدافع المناضل عبد الرزاق شحات ابن النادي الإفريقي وابن النجم الراسي. مرحبا بك رزوقة، نورتني بحضورك. عايش بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، إن شاء الله تعدى صارية بيا وإن شاء الله ربي يفرج على أخونا العربي. أمين، إن شاء الله ربي يشفيه. لطف عليك عربي سنجرية، مرحبا بيك، نورتي بحضورك عربي. مرحبا بيك سيد صاحبي، ومرحبا بجميع المشاهدين، ومرحبا بخويا مروان، خويا شمس الدين سويح، وخويا شحات لاعب كبير لاعب النادي الافريقي، ان شاء الله تعدى صاريه باهيه واستفادوا منها الناس. عبد الرزاق شحات يمكن الجيل هذا ما يعرفش شكون هو عبد الرزاق شحات، ماذا قدم لكره القدم التونسيه؟ هذاك علاش حبينا نكون امين معك، خليش الجيل هذا يعرف من هو عبد الرزاق شحات. وثانيا سي عربي سنجرية، نعرفوا رزوق يمر بوضعيه صحيه صعيبه شويه والظروف مش هي، وناس تنكرت الجميل هذا اللاعب اللي قدم لكرة القدم التونسية، حتى واحد موقف معه باستثناء سيد الوزير الدكتور كمال دقيش ربي يفضله اللي قام بنعرف تحركات شخصية وإن شاء الله تأتي مفعولها في قادم الأيام، إن لم نقل في قادم الساعات القليلة القادمة. رو عبد الرزاق شحات بل المريول، رو عبد الرزاق شحات فرح التوانسة، رو عبد الرزاق شحات عمره ما حسب مع مريول المنتخب، الواجب يقتضي اليوم باش نردوا جميل هذا اللاعب. عارفي والله نقعد بيت انا كيفاش لتوا ما تحلش معناتها مشكله نتاع لاعبك معناتها كبير واعطى لكره القدم التونسيه واعطى النادي الافريقي. نحب نعرف وينهم الهيئه اقل ما يمكن، الهيئه نتاع النادي الافريقي وين؟ سلطه الاشراف وين؟ وديع الجاريه وكان يعاون في الناس، اش بيه ما عاونوش. ولذا انا نقول له سي عبد الرزاق ننصحك نصيحة، آخر ظهور في إعلام يكون يا مشي عاونوك ويداويوك ويقدوا، ولا ننصحك برا مشي شوف عمل على روحك، ولا شوف سبيطار، ولا شوف كلينيك، ولا شوف ولاد الحلال. منين يعمل على روحه؟ منين يعمل على روحه؟ كل مرة ويجي يقول سي عبد الرزاق سي عبد الرزاق، يعمل على روحه. الناس هذه ما عاونتوش ما عاونتوش سي صاحبي، يقعدش يدور بركبته ويدور من بلاصه لبلاصه، ركبته مش تنتهلك الراجل، النهار اخر قلت له ماش ينجمش يمشي. الدوسي موجود وواحد وكل شيء في الاخر الاخر، حتى الرئاسه تبت والرئاسه والوزاره يكاتبوا الجامعه، والجامعه ما ترجعش حتى الجواب، ما تجاوبهمش بالكل. الجامعه دوله وحدها، الجامعه التونسيه عمرها ما ردت على 25 سنه وركبتك توجع فيك. لا لا لا، عمليات هذوما اللي عاملهم، انا عامل 6 عمليات. ايوه فهمت، انا عندي زوز كاين مضروبين، فهمت، انا لا داواوني في الكيم ناسيونال ولا عطاوني اللي مدولي. يعني شو معناه زوز ركايب؟ يعني شو ما فهمتش، يركبوا لك زوز عمليات باش نعمل بروتيزات منهم يعني. مش ليغامون ولا حاجه؟ لا 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 لا، البروتيز هي ديت بروتيز يسخطوا ركايب وعارف فما برشا ملاعبيه عارف يرايد البروتيز مش كذا ثلاثه منا عمليات، فهمت. انا حتى وكنت راني واحد كل شيء ما عادش نجم راني كي العاده، مش من نجم وهذه خدمتي نترزق منها. فمثلا فماش طبه في النادي الافريقي؟ لا موجود. علاش ما نجموش هيئه النادي الافريقي؟ لا انا نحب على حقي، على حقي انا ما خديتش منهم حتى شيء، انا حقي عملياتي كل شيء، وبطلت كوره صغير. قداش بطلت كوره زود؟ انا بطلت كوره عمري 27 سنه. صغير. المطلوب شنو هو طالب عبد الرزاق؟ غير حشمه. المطلوب الجامعه التونسيه كره قدم تعطيني حقي. كيفاش؟ لاسيرونس نتاعي، اطلب شنو الطلب نتاعك؟ كيفاش يتمثل؟ السقوط نتاعي اللي موجود، السقوط نتاعي بساقيه. قداش قيمته؟ انت قال اكثر من 70%. فلوس اش طالب؟ اللي كان هو ما يعرفه. شو اللي كان؟ 120 200 عربي 150 هكاك، باش تعطيه 5 ملايين. انت ضرب انت باش تسامحني انا خويا، انت ضرب لي ركبه برك انا نحسبها ب 70 ولا بالحق. كيقول هو اللي جاب ربي نجم يقول لك الركبه ب 10 ملايين. لا لا شبيه ركبه تاع جل هو من الحكايه، يا الراجل على الاقل فات عمره. كي ضرب نحن كلي من الافريكان تضرب في الكلوب عندها تو الحكايه يمكن 7 سنين 8 سنين التالي، فهمت؟ تا
تعرف قداش عطاته الفيفا؟ عطاته بريسك 2 مليار 200 2 مليار و200 معناها طالب 2 مليار؟ مانيش طالب 2 مليار معناها نحكي لك يقول لي طالب رزوقه مان اش طالب يقاوموا هما يقاوموا كي 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 يبطل باش يعملوا رزوقه كنت ضحيه كره ولازم يمشي الى الطبيب يشوف له ركايب ويشوف يقاوم السقوط قداش بالضبط الركبه ذي قداش الركبه ذي قداش وفما خبراء في المحاكم تعطي حق مشيت للطبيب انت؟ اي مشيت قدم لك نسبه السقوط 75% 75% بالركايب الراجل يمشي شو الركايب يكون يمشي كرسي الراني الركايب يمشي الراني الكل تلقاهم هكا زوز ونعمل حصتين هذايا في الجمعه ماهيش كل يوم الراني ولا سيد المخرج تعطيني فاصل اعطيني فاصل بالله خنفرك الرومان قبل ما نرجع فاصل بعد تكلم تكلم يا دافع على روحك بجاه ربي انا خرجت فاصل انا تو يتكلم حقك برشا حالات عديناها كيما انت فاهم يعطيك 10 فرنك اضرب على الطاوله قول مخايف ما نعمل ما نعمل وين يجي يتكلم كلمتين وسكت يتكلم كلم قول ما اعطيهم يا اخويا هذا حق العاب في الكيب ناسيونال وركايبك طلع شو باش تقول انت والله لازم تنقصوا بالله 20 مليون والله العظيم كان جيت كيفك ولا ماني اخو حق والله ركايب ما صورهم نهبط على الانستغرام وركايب والباب ركايب الحكايه قديمه قديمه عنده قال لك 95 يا ودي تو يعطيو حقه شو ما شو حقه شو سيك الكل يجي يجيبوا سيك استنى 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 انا خرجت فاصل باش نشوف الحل الراجل تكلم انت تحكي لي على قديمه لا نحكي لك من حقه لا من حقه من حقه انا نحب نعاون خويا نحب نعدي الميساج للقوي انت ايش لازم تكلم اخويا اضرب على الطاوله هاي عاود له عطيه يقول له معلم يقول له دقيقه تطلب 300 تطلب 300 يعطيك حتى 150 الركبه شويه اي واش اطلب يا ودي يا ودي يقسم بالله اطلب ما تحشمش لسه ذي ما تحشمش اطلب انا اخويا الركبه على 150 300 اعطوني 300 تحش في 200 الركبه على 100 به يا مشكور يصلى واسمع خدمه الدوي روحك ما فما جامعه وفما تامين ياسيريرا والملام كلام عربي صحيح ما انا اسمعني واللي انت شك لعب كره طايره ذي يا ما الحرام اللي لعب شيء اسمعني اسمعني يا انا اقول لك انا حاجه والله حتى يعرف تاريخ والله يعرف تاريخ شو تقول 150 150 يا اخي يا اخي ركيب تاع تاع واحده تاع الجيش تقول 150 150 ايه ما كاين 300 معقوله الدوله 300 تاع السمو ما تعب الدوله عربي راهو كيما قال لك نجم ياخذ فيها زوز مليارات راهي صاحبتي في تونس هوني اسمع انت باش تكذب زوز مليارات و5 مليارات في تونس هوني راهم كيعطيوك حتى 50 70 عربي عربي هذا يبالغ هذا عندنا دوله ولا علينا اسمعوني انا خدمش نرجعوا تو يطلب الركبه 250 يطيحوا تجيش في ال 150 قول له راه يطيحوا راه قد ما يطيحوا مش عارفين 100 كي نطلب 50 نرجع زوج نتكلم ما انت من الحشم يا عبد الله ما عرفش علاش احسب لهم بالركبه احسب لهم بالركبه كم كنت مارك احسب لهم بالركبه مرحبا بكم مجددا بعد الفصل الاشياء نرجع مباشره لعبد الرزاق شحات كلمه برك السحبي خويا عبد الرزاق كل صراحه انسان محترم ياسر وانسان طيب ياسر وراه شو ماذا بيم انا كانه قريب مش نقول له جيب ناطق رسمي معاك معناتها يتكلم سي عبد الرزاق راه هذا حق انت لعبت في النادي الافريقي ولعبت في المنتخب وحد ما عمل عليك مزيه بحقك خويا من حقك باش تطالب باش يعالجوك ونحن جايب يزي ما مشيت وجيت اليوم يلزم نلقاو حل مع السيد الوزير مع رئيس الجامعه مع النادي الافريقي مع اللي تحب انت مع الكبارات تاع تونس مع الناس ماهل الخير المهم يلزم وضعيتك لانه ماشي يا سي صاحبي وتتعكر نزيدك اضافه تفضل قبل ما ناخذ الكلمه اللي قلته 100% صحيح انت الاصابات حرمت عبد الرزاق شحات باش يلتحق بفريق اوروبي في الوقت هذاك ونسمع فيه سي عبد الرزاق معناها انسان بطل الكوره عمره 27 سنه توا الملعبيه اللوحه اللي قاعده تلعب توا تبدا في كاريرها يبدا بال 25 26 سنه تبدا تلعب يعني مش يبدا يعطي ويفهم الكوره ويعرف يناقش في الطيره توا معناتها الراجل 27 سنه بطل الكوره تو سي صاحبي تو بعد الثوره بعد الثوره اللي كان في الحبس رجع لخدمته وخذا حقه اللي كان البر مطرد خدمته رجع لخدمته الناس كل خذت حقوقها بعد الواحد فهمت المطلوب انا تو عمري 62 سنه فهمت وين اللي ضريت في الفريق قومي ضريت فهمت انا مستحق اليوم قبل الغدوه على الاقل على الاقل تو كي باش تحسبهم هي الميداليه تو كي يجيبوها واحد كل شيء يجيبوها ياخذوا 100 مليون فهمت ميدالي فهمت 100 مليون على الاقل على الاقل كي باش انا تو اللي مضروب انا عامل 6 عمليات على الاقل 500 الف دينار اقل حاجه 6% 600 مليون اقل حاجه عليه عليه من يعطيت انا لتونس في الوقت هذاك واحد وضريت انا فريق قومي لو فرضنا انت ماكش كرونيكور معايا في البلاتو
انت تو رئيس جامعه تونسيه لكره قدم والا وزير رياضه، قاعد في دارك تتفرج في مساج عبد الرزاق شحات، شنو التجاوب نتاعك؟ والله نعيط وما نعطيهش، ممكن نعطيه تسبقه كبير يا اخوي، على الاقل انا هي الركبه اللي تعبه اكثر من اختها، نعملوا له عمليه به. ضحك والله ده. هذا حل. استنيتك بتضرب بالبوله يا العربي. عود عود عود. انا قسيت. انت تدي كلمه تكون نعطيها حق وقالوا نعمل له عمليه. قول نعطيها. ودي انا نعاود. ليه بربي بسجل. نعطيه 500 نمشي العبد. لا في 500 نجي العبد. بلال وانا كان على ذاك ربي قيد في الافلام. يعني انت كنت تنافق ماله بقبيله، شفت كي ربيته وربيت الكوره يا رزوق، وقلت وراك مسؤول راك هذي راك خلتالي. اسمع والله لا عاد نخدم معاك. ربيت الكوره اليوم مش تعرف. اسمع على ذاك حتى ربي وقع التوزيع حتى يا اخي. اسكت اسكت دقيقه اقسم بالله. هو راهو بالرجوليه اللي يشد مسؤول مشكله راهو. والله توا انا مش عربي 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 شوي بالحق مسؤول وهمي نعاود نسك مسؤول يا اخي ما عادش نجم ليه ما عادش نجم ليه ما عادش سني تو ما قلت يا رزوقي كان نعدي لك هذايا في المونتاج وانت تضحك يضربوك بخطيه ب 500 مليون رزوقي رزوقي قال بالركبه على 300 اي اما 300 ليه قلنا له 250 هو زاد طلع يا عربي طلع يا عربي يا زوجي طلع يا زوجي ليه انا هكا قلت على الاقل الركبه ايش قلت انا 250 250 انت كنت تطيح الركبه على 180 170 به برجوليه خلنا نرجع براس الصبغ خلنا مساج خويا تعاونوا به رزوق وخلنا نتعدى شنو يا ودي يا ودي والله ما عاد نجم يا ودي اقسم بالله عربي برا عربي والله وانا تفكر ركي مرزوقة فكرني مرزوقة ولا يا هاي برا عاد عربي يا ودي رزوقة تتعدى الوزير يضربوه بمليار خطيه والله يتملك عليه رزوقة رزوقة برجولية خليني قبل ما نرجع قال لي يا نحن ضحكنا ضحكنا تنفيسه انت سنة. حتى 70 رزوقه استنى لا 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 استنى خليني ب 30 يبيع خصوص لا مش عارف رزوقه اقسم بالله تو تمدوا 30 حب ويقول لك اير كي بيزوك برا يصلح عند الهاتف يا جابت انت خلينا نفرق قبل مره رزوقه دي كيف انت ركبت بتسوى شيء الرجل عليه هو سبب قلت النقزه قلت النقزه تحبوا ليش نقزه عملت لكم ديموند يا ودي انت انت شنو سامحني اخي اسمك كبير في الفولي في الفولي رقم سبعه وما يلعبوا ست في الفولي في الفولي رقم سبعه وما يلعبوا ست تضحك امسحك صحيح برا برا انا ما غزرت لكش انا كملت كلمه ودي ساكت يتكلم قلت هذا ايش قاعد يعمل كيف نغزر لك نضحك قلت خلي على الاقل تتعدى لا لا اخر رساله رزوقه حدد لي الركبه بقديش بتو الركبه بقديش الركبه بقديش والله يا سي صاحبي تو نحكيو على الركبه بقديش ولا واحد وكل شيء عمليه هذوما عمليات انا عملتهم واحد وكل شيء انت على الاقل كي باش تمشي معناها السقوط اللي فيها ولا واحد وكل شيء على الاقل 250 مليون ركبه. طيحت من 500 ل 250 250 ركبه. اه ركبه. اي هكاك سابق قد ما يكون. شنو؟ 500 مليون شنو 500 مليون؟ والله كافي شيء. ياخذوا فيهم ياخذوا فيهم لاعبيه وياخذوا فيهم واحد وكل شيء شهري. شنو؟ انا تصور انت 85 راهو طلعت لالمانيا ونجحت انا في التيست واحد وكل شيء وقعدت نلعب في المانيا انا مثلا راهو عامين ارتحت راهو عامين ما لعبش فيهم كوره. عملت فيهم ثلاثة عمليات بالمسامر ساقية واحد وكل شيء وبعد عاود رجعت انا لبري القوش نهار اخر تلقى سي المغازان دانت سكالوب خاذ الجيش ركاي برزوقة والله والله ما البلاد والله اقسم بالله العظيم اللي يلعب فيها ويمشي راجل اقسم بالله كان مسؤول يشد يمشي عقيد عمره يترقى يهرب في بعض البلايص كيما الزين كيما الزين اي لا انت ما يسيرش يا ودي الرجل طيب ياسر يا مش هكاك يا ودي يا بلاد يلزمك تاخذ حق اعطيني حقي اموري هذيك واضح
بعد الفاصل عبد الرزاق الشحات مازال يحب على حل باش يداوي ركيبه، لكن الصدمة العربي سنغرية ولا يقترح عليه في سوم لركيبه المضروبة منذ سنوات. زعما شنية موقف المدافع السابق للنادي الإفريقي؟ حان وقت مسابقة الملايين، مسابقة فيرست ديليفري، 100 مليون من أهداء هذه الشركة سي مروان رتال المدعم لبرنامج ملعب النجوم في إطار الاستشار. خلينا نستقبلوا اليد البريئة باش نعملوا عملية القرعة المباشر. مرحبا بيك أسماء. مرحبا أسماء. ويني أسماء؟ الفلوس جيتني جابت لي حكة، اش نعمل بها؟ أنا ما نبدأ سيد سي مروان عايش خويا، ما نبدأ لما نشوف الفلوس. هاي هاوينو 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 يا سي عربي. يا ربي أبوي شو سيف عبد الحسين؟ يا ربي اسمع والله خلاص دقيق دقيق هذا رزوقة ركيب وردهم له نوكس باين رزوق يفرحت بلاصتهم صراحة صراحة بصراحة نتمناك أنت تكون الفائز، نتمنى بكل صدق إن شاء الله نتمنى أنت، لأن الوضعية تفرض أنت عربي ما تغشش مني، مروان ما تغشش، شمس الدين صباحي سامحني سي صاحبي صاحبي حتى قبلي أنا هما قديش هما قديش هما 20 مليون سلح ركبه ب 10 و10 نربحوا واحد منا لا عربي فما شفافيه خلينا نبدو في الرسميات يزيدنا نفكر كان يعني الفلوس هذه باش تربحوها نحن ولا المشاهدين؟ لا خليني اعطيك نفهمك الوضعيه، تفضل خلط واعطيني شكون سعيد الحظ وشكون سعيد الحظ على اليسار. شمس الدين صويح ما سعفكش الحظ اليوم تلا في مناسبة قادمة. عبد الرزاق شحات. أنا كبرت قلبي عبد الرزاق هذا اسم عبد الرزاق شحات. أعطيني زيد خلط وأعطيني. العربي سنقرية. هذه اسم العربي سنقرية. تفضل يعطيك الصحة أسمع. شكون الاسم الاول اللي خرج؟ عربي سنقرية عبد الرزاق شحات الاسم الاول. عبد الرزاق شحات نبدا معك انت. تعرف عربي سنقرية كان كوارجي ولا لا؟ كان كوارجي وكان يلعب في جمعيه مستقبل سكر. كان قائد فريق. شنو هو البوست كان يلعب فيها عربي سنقرية؟ على بدنه على بدنه على واحد في اللاك سنترال يدول. اش يلعب؟ في اللاك سنترال يدول. لك سنترال الجواب عنده هو يأكد لي تعطيني الصحيح. أنا نعرف رانيا يعني أنا سكادرا قال لك كنت تلعب أكسيان صحيحة ولا غلط؟ صحيحة صحيحة معناها بلوس أ عبد الرزاق شحات. عبد الرزاق شحات كنا نحكيو عليه كلاعب دولي قداش من مباراة دولية مع المنتخب الوطني؟ 15 رزوقة 15 قال 37 مباراة دولية عربي سنقرية صفر بطلت عمرك 27 و 37 مباراة دولية معناها كان مش من الركايب بتاع 100 نعم نبطل الريكور كله كان قعدت نلعب انا 10 سنين كان نبطل الريكور كله والله ما شاء الله كاتر بوست نلعب فيهم في كيب ناسيونال ولا في الواحد نلعب ليغوش نلعب 6 ونلعب 10 وليغوش ما شاء الله ولعبتهم لي بوست هذوما كلهم هذوما كل لعبت لي بوست هذوما كل لعبت بوليفالون كله انا رجعت ريغوش بالست عمليات قلت نلعب ريغوش شحات لعبت في المنتخب ومروان طلع المنتخب ورجع نهار عليه صحيح ولا غلط؟ ها؟ ايه انا اللي احترم خويا سي عبد الرزاق بسيف عليك بسيف عليك احترم مروان نحبه مروان رزوق وقتاش اخر بطوله فاز بها النادي الافريقي؟ 2015 وقت سليم الريحي في عهد سليم الريحي في عهد سليم الريحي صحيح 2015 صحيح انا عندي الجواب صحيح عربي ولا هو سليم الريحي شد للنادي الافريقي 2013 يعني بعدها بعام هز بطولة 2014 2015 صحيح يأكد لي سيد عدمو نفذ عبد الرزاق شحات 3 نقاط توا عندك عربي مازال آخر سؤال
وتصعب عليك الامور. تو انا واحد سي عبد الرزاق قال لنا ستار اكاديمي. اعطيني المباراه يعني تحكي له يعني وقتها كريستوف كولومبو مشى طلع للقمره واكتشف البحر تقول تبارك الله عليه ما شاء الله. هاي جاوبني على سؤالي. هذا جاب ربي ركايب وما يسلم. انا هي المباراه اللي طاحوا فيها السنين عبد الرزاق شحات فوق العشب مع ليكيب ناسيونال. تو هذا سؤال صح. بيان سور اعطيني. شنو وقت طاحوا سنين عبد تو ركايب عبد الرزاق تاريخ ونعرف سنيه وين نعرف. طاحوا سنيه حربي مباراه شهيره برشا برشا برشا. يلعب فيها طارق ذياب، يلعب فيها لطفي الرويسي، وتونس ترشحت لالعاب سيول وقت. والمدرب توفيق بن عفنان صحيح ولا يا رزوق؟ اي ضد المغرب بلوس ان عربي سنقرية هكذا تعرف سي العرب شنو مادام قلت الرويسي وطارق ذياب المغرب وترشح سيول المغرب باهي. قداش من بطوله قداش من بطوله هز عبد الرزاق شحات مع النادي الافريقي؟ هذا 27 سنه ولعب 37 مباراه. طبعا دوليه ذيك 37 مع النادي الافريقي بطولات. مع النادي الافريقي قداش من بطوله؟ والنادي الافريقي بطولة واحدة ما هزتش برشا. حتى بطولة ما هز عبد الرزاق شحات. حتى بطولة على كل عمليات. وحب يعوضوا على الركايب. قص قصير بار قصة يا قلب. قصير قص شو مزيد تعمل بدلوا الكركيب كيفال اقسم بالله اقسم ليه طالب 500 ما صعب مش داخل مش من حقه يطلب انت ايش داخلك انت برا تلعب فولي خليني واحد معايا ايش خليني 500 برشا ليه برشا صح اي عاد معكم صفي سكر انا وقت رئيس فرع 2003 غراد غراد سي في سكر في سكر ايه تحب تقول يا عربي تحب تقول معناها خمس مادام عاش بطولات برجوليه ترشحنا لسيول ترشحنا لسيول العاب الاولمبيه بعد 30 سنه ما ترشحناش لا هذا ايه مساعد شويه ابو زيد بطولات عاد زوجة صاحبي السؤال باش نحيها نتاع قداش البطوله باش انت لا اللي يطلب حقه بالحق الناس ما هاش بطوله يقولوا له اعطينا 500 مليون هذا مركيب خلينا نقول ستة نعاود السؤال ستة وكغارد وكغارد كملنا باش نعاود آخر سؤال ما كانش رزوق راهو يربع 20,000 دينار آخر سؤال يا لا تجاوب تو تاخذ أنت 10 وهو 10 به ما تجاوبش لي وليش سؤال به مش وقتها طاحوا سنين رزوق لا سنين جاوبنا عليه ها سؤال سهل وقتها نحش ليغمو شمس اللي دخل الشمس دخلني سؤال تاريخ قداش لي بوانتور نتاع ساق عبد الرزاق شحات؟ يا معك رزوق والنار لا حول ولا قوة الا بالله ده بالراس رزوق والنار يا عامل ست عمليات محاولة واحدة أمان مروان عاد محاولة واحدة ما عادش وقت طيب خبر هو عامل ست عمليات كل مرة ينقصوا له شوي إذا كان 43 نحي منهم ستة 37 كل مرة سنتي 37 قداش ما غير فلكة مش خشين جويد قداش؟ 40 البونتيور تاع ساق 40 رزوق قداش؟ 43 اي ولا جونجر 43 43 رزوق 43 أربعة نقاط لعبد الرزاق نقطتين لعربي سنقرية تو انا نضحك والمسابقة مش رابح شيء تو صح بالك تجاوب في بلاصته هو تو فما أغنية من أهداف فريق البرنامج هي اللي باش تحسب يا تدارك 10 ملايين يا خاطر رزوق ضمن 10 تو يا هو يا اخو 20 اغنيه من اهداف فريق البرنامج العربي سنقري شكون يغني عربي زالوا دقيقتين في البرنامج عدنان الشواشي صبر الرباعي غير ما نكمل الاغنيه الاخرى تفضل بحضايا عبد الرزاق شحات شو مبروك عبد الرزاق شحات والله برجوليه عبد الصبر الرباعي اي اي اجى بحضايا نحب ساعه سبري سبورتيف يا
يا مبروك عليك. لا مش من قلب. مبروك سي عبد الرزاق. مبروك سي عبد الرزاق. ان شاء الله عايش بالعمار. ان شاء الله مبروك عليك. سلام من قلبك. تستاهل كل خير اخويا. ربحت صحه عليك. فرج عليك. دين جينا باش نفرجوا عليه ولا ان شاء الله مبروك. ان شاء الله بالواحد. اي صحبي. باهين والله. باهين يفرهدوا والله يفرهدوا. ويرحم الدين عربي سنقري اللي جاني مريض اليوم. والدين والدي عربي سنقري وربي يفرج عليه. خير كايبي انا انا فيني ظهر لي باهر كايبي. الزوج قال لك الكايبي تعطيه خبيثه يا اخو مش فاهم والله قلبه كبير. بلي قلت لك ولا اني قلت لك ولا اني قلت لك ديون ديون شو شغل شويه ديون وكان سيد عبد المنفذ قال لك يا ذوبه انت شاركت معنا في برنامج الكاميرا الخفيه ان شاء الله بعد رمضان الجاي ان شاء الله تزيد تسلم الهدايا ان شاء الله رزقك بحليك الله يبارك لك الله عليك زين مش مصدق الزوجة اللي هي كاميرا كاشيه هيك هو رسالة بالله شنو؟ الناس اللي تسمع في الراجل عمره 27 سنة. بالله المسؤولين راهو ساعات نبداو نحكيو فيها، الراجل ساقيه مرضى. يا سيد الوزير، سايب علينا من السيد الوزير، سايب علينا من الجامعة. يا سيد رئيس الدولة قيس سعيد. أنت تعرف الناس كانت تعاني بكري. ربي السيد هذا يلزم تداويوه. ما طلب شيء هو، طلبش تداويوه في ساقيه خير من اللي تسقط ساقيه. يا ودي مش يداويوني يعطيوني حق يعطيوني حق يا ودي يعطيني حق صحة زوج جاي برسير اللي لكن ضحيتنا عبد الرزاق الشحات واللي لجاي بعد شقان الفطر باش تشوفوا الغرايب والعجيب مع نبيل بن كريم المدرب الوطني السابق للمنتخب الوطني للمصارعة. لا عندك غاية في المصارعة التونسية ولا عندك غاية أنت بيدك تحب تجي للبلاصة هذيك تعاود تزيد تغرف كي جماعة وتمشي على لا ردوا بالك ما تقولش تغرف راني متربي في الخير